رسمي دونيز. أعود إلى منى خارج مجلس النواب في الباحة الخارجية لساحة النجم وما لديها من جديد حتى الساعة. منى تفضل. روبير، المقارنة بين هذا الأسبوع والأسبوعين الفائتين في الواقع، الإجراءات الأمنية هذا الأسبوع حدت بعض الشيء من تحرك الإعلاميين واستصراح النواب. الإجراءات الأمنية مشددة هذا اليوم، ليس بالعدد وإنما بعدم السماح للإعلاميين بالاقتراب من النواب ووضع منصة للتصريحات وعدم السماح لنا من الاقتراب أو حتى يعني إعطاء الرسائل المباشرة. هذه النقطة. النقطة الثانية أيضا عدم رغبة جميع النواب أو العدد الأكبر من الإدلاء بتصريحات، والعدد ليس بكبير إذا ما قارناه بالأسبوعين الفائتين، لم يتخطى 55 نائبا. الساعة 12 وربع في هذه اللحظات إذا انتهى الأمل لأن يكون هناك أي نصاب. كل من تحدث استمعتم إليه بشكل مباشر، دائما الاتهامات متبادلة. بات واضح أن انتخاب الرئيس لم تعد مسألة لبنانية للأسف، لأن الوقت يضيق واللبنانيون لم تلقفوا هذه الفرصة لينتخبوا رئيسهم. بالتالي في موازاة التحرك اللبناني هناك تحرك دبلوماسي عربي وأجنبي. ربما اللبنانيون الذين لم يتلقفوا الفرصة ينتظرون ما ستؤول إليه التسويات أو اللقاءات في الخارج وربما الدبلوماسية. أيضا عدد النواب الذي دخل لم يدلي جميع النواب بالتصريحات، لأن منهم من يكرر ما قاله ومنهم من ليس لديه جديد ليقوله. إذن نحن لم نعد ننتظر دخول أحد النواب، نحن ننتظر خروج النواب ليدلوا بتصريحات أو ربما بعد لقاءاتهم مع الرئيس نبيه بري. رؤساء الحكومات حضروا، الحالي تمام سلام والسابقين فؤاد سنيورة ونجيب ميقاتي. ملفت كان روبير عدم حضور أي من نواب حزب الله هذا اليوم إلى ساحة النجمة. نحن قلنا في رسائل سابقة بأنهم يتضامنون مع تكتل التغيير والإصلاح. فعلا استمعنا إلى النائب ألعون وغيرهم من نواب التكتل، ولكنهم لن يدخلوا إلى القاعة. أما نواب حزب الله فحتى لم يحضروا إلى المجلس، لا إلى القاعة ولا إلى البهو الخارجي، وأيضا نواب من غير كتل من المتضامنين. إذن هذا أكبر مؤشر على أن الأمور باتت معدومة الأمل في لبنان. إذن هذا الجو هو خارج القاعة. من المتوقع أن تكثر التصريحات لدى المغادرة لأن الجو يكون فهم أكثر لدى النواب الذي دخلوا. نعود إليك روبير. شكرا لك الزميلة منى صليبة على كل هذه المعلومات في التغطية المباشرة. دكتور أنطوان، هل هذا السيناريو بات مكرسا في كل جلسات انتخاب رئيس جديد الجمهورية؟ يعني أحد اللي استصرحونه اليوم هلأ قال أنه نحن ما عم نعطل بس ما عم يجي أمنوا نصاب. أنا عم بعطله، لأنه بالتالي المشكلة أنه التفسير اللي قاله أستاذ هادي في بعض الدساتير خوفا من أنه النائب يعمل هيدا الأمر يعتبر المجلس منحل اذا سأعود إليك النصاب. ساعود اليك، ولكن ننتقل من جديد الى داخل مجلس النواب لنستمع الى النائب إلي كيروس. تفضل استاذ. اوكي، اليوم راح اليوم راح احكي بمسألة دستورية. اولا، وفي الجلسة الثالثة يستعيد الفريق السياسي عينه الممارسة نفسها بالامتناع عن الحضور وتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في المهلة الدستورية، ويستفيد هذا الفريق ليستمر في التعطيل من الموقف القائل بنصاب الثلثين حتى في الدورة الثانية، مع أن واضع الدستور حرص على إعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء الولاية، نظراً للمخاطر التي يمكن أن تحدق بالجمهورية في حالة عدم وجود رئيس للجمهورية. ثانياً، لقد حسم الرئيس نبيه بري النقاش الدستوري الدائر حول مسألة النصاب في الدورة الثانية في مخالفة للرأي الغالب من الوجهة الدستورية لأهل العلم والاجتهاد، وهو الرأي القائل بالأكثرية المطلقة الكافية لانتخاب الرئيس في دورات الاقتراع التي تلي
بحسب نص المادة 49 من الدستور اللبناني. وهون بقدر ارجع ركز على اراء الدكتور ادمون رباط، الدكتور زهير شكر، والدكتور حسن الرفاعي. ثالثا، ان الفرق واضح وهائل بين النتيجة المترتبة على اشتراط بعض المواد الدستورية نصابا خاصا يتناسب مع خطورة حالات معينة، والنتيجة المترتبة على اشتراط المادة 49 من الدستور نصابا خاصا في كل الجلسات والاجتماعات ودورات الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية. فإذا لم يتأمن هذا النصاب الخاص في الحالات الأولى، تبقى السلطات القائمة سليمة ومستمرة في عملها، بينما لو اشترطت المادة 49 مثل هذه الأكثرية في الدورة الثانية لتعطلت جلسة الانتخاب، ولتعطل الاستحقاق، ولوقعنا في الفراغ في سدة الرئاسة. رابعاً، إن الدعوة التي يوجهها رئيس المجلس تؤهل المجلس كي ينعقد لانتخاب رئيس الجمهورية، وكأنه يفتح دورة نيابية لهذه الغاية. من هنا فبموجب الدعوة الواحدة التي يوجهها رئيس مجلس النواب وانطلاقا منها، لا يبرح المجلس يجتمع ويعقد ما يلزم من جلسات أو دورات حتى التوصل إلى انتخاب الرئيس العتيد. وثمة سابقة في فرنسا تساعد على رسم الصورة، ذكرها العلامة الفرنسي جورج فيدال، تعود إلى عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة. ففي العام 1953 اجتمع المجلسان الفرنسيان لانتخاب رئيس للجمهورية، وكانت الدعوة وجهت إلى 17 كانون الأول 1953، فاجتمع المجلسان وتابعا الاجتماعات من دون توقف لغاية 23 كانون الأول 1953. قاما خلال تلك الأيام السبعة بعقد جلسات متتالية دون أي دعوة جديدة وبدورات عدة دون التوصل إلى نتيجة، حتى كانت الدورة 13 ففاز روني كوتي بالأكثرية المطلوبة. خامسا وأخيرا، إذا استمر الفريق الآخر على موقفه السلبي، وإذا أراد أن يجعل من نصاب الثلثين في كل الاجتماعات والدورات نصاب تعطيل للجلسات والاستحقاق والجمهورية، فأني أدعو رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري إلى مراجعة الموقف الذي اتخذه الرئيس صبري حمادي في الانتخابات الرئاسية لعام 1970، فأمام تهديد المعارضة يومها بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أعلن الرئيس صبري حمادي أنه سيدعو إلى جلسة ويعتبر أن النصاب مؤمن بمجرد حضور الأكثرية المطلقة من النواب، على أن لا يعتبر فائزا إلا من ينال الأكثرية المطلقة في دورة الاقتراع الثانية. وأنا بشكركم. إذن استمعنا إلى النائب إلي كيروز مباشرة من داخل مجلس النواب، وقدم هذه المطالعة في القانون الدستوري. دكتور أنطوان، كنت تقول أن موقف أحد النواب وتحديدا دكتور النائب هادي حبيش من خارج مجلس النواب بشأن تعطيل النصاب بأنه هو قضاء على الدستور وقضاء على الجمهورية. نعم، موقف النائب هادي حبيش محق، باعتبار أنه النائب عنده واجب، مش أنه بده يعطل يعمل فراغ وهو ما عنده مين يردعه. أول شيء الشعب مزبوط انتخبه كرمال يقوم بكل واجباته، وأحد أدواره الست الرئيسية هو الدور الانتخابي وينتخب رئيس جمهورية. وقلت أنا سياسيا المسيحيين مسؤولين بدرجة أولى، لأن هذه مؤسسة دستورية فيها عرف دستوري بيمثلهم رئيس جمهورية ماروني. هلأ فيما بالنسبة للي قيل بالنسبة للرئيس بري أو اللي قاله الأستاذ كيروز، بالنسبة للرئيس بري معه حق أنه هو ما بيصير بحالة اجتماع حكمي إذا لم يدعى، وقد دعا الرئيس بري إلى أكثر من جلسة. نعم، ربما رح يضل يدعي أو يتوقف، ولكن المادة التي تلي تعتبر أنه إذا صرنا على 25 الشهر وما في رئيس جمهورية، يعني صارت في حالة الفراغ. والمادة بتحكي عن أي حالة فراغ بالرئاسة الجمهورية، سواء بالموت أو بالاستقالة أو ما شابه، حكما يجتمع المجلس بقوة القانون، منبطل بحاجة للرئيس بري. ولكن المشرع أعطى هذه مهلة العشرة أيام للإسراء في انتخاب رئيس الجمهورية. مش بس هيك، بحال كان في إبطاء من المجلس كإدارة مجلس
أو كأعضاء مجلس للإنعقاد. هلا حصلت نحن بالجلسة الثالثة، ولكن إذا عم يتزرع فيها لحتى ما يقول إنه في اجتماع حكمي، ولكن أوكي خليها تمرق هالعشرة أيام، بصير المجلس بحالة انعقاد حكمي بقوة القانون، ببطل بحاجة لدعوة الرئيس بري، يعني ينعقد بالرئيس الأكبر سناً، بالعضو الأكبر سناً، أو بحضور نائب الرئيس إذا لم يحضر الرئيس، بعدين بقوة القانون. وهيدا يلي خالفه الرئيس بري هو ذاته، ما زال عم يطبق اليوم الدستور، خالفه لما صار في فراغ بعد انتهاء ولاية الرئيس الممددة قصراً بقوة الوصاية السورية الرئيس لحود، وبالتالي خالف بوقت الدستور. إذا عم يطبق الدستور خلي يعرف أنه بعد المرور العشر أيام رح يجتمع. نعم. نشير إلى أن رئيس بري في هذه الأثناء يلتقي مع رئيس الحكومة تمام سلام، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أيضا رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، إضافة إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق. أتابع معك، كنا تابعنا بهذه المطالعة للنائب إلي كيروز بشأن النصاب، النصف زائد واحد أو الثلثين. أنا طبعا بأكد على اللي وردوا على قول الأستاذ إلي كيروز صديقنا، وبقول أنه طبعا معظم هالأقوال موجودة. أعود إلى ساحة النجمة ونستمع إلى الوزير سجعان أسي. كذلك إيجابي وبناء، وغدا الاجتماع مع الوزير والنائب سلام فرنجي يفترض أن يكون إيجابيا. عن الوزير بعد انتهاء هذه المشاورات سيعلن الرئيس جميل ترشحه ويتمنى على 14. ترشح الرئيس جميل أصبح وراءه كما قلنا ذلك في السابق. اليوم ليست المسألة مسألة ترشيحات، إنما مسألة حصول الاستحقاق والنصاب. المطلوب حصول نصاب لكي يكون هناك ترشيحات لها قيمة انتخابية. الأمر يعود إلى قيادة التكتل وليس إلى قيادة حزب الكتائب. ليش الدكتور جعجع منه مرشح جدي؟ ما بيجوز نقال هالكلام. هذه وجهة نظر، هذه وجهة نظر. كل المرشحين لديهم الكفاءة والأهلية لأن يكونوا مرشحين لرئاسة الجمهورية، المعلنين والمضمرين. معالي الوزير، معالي الوزير، هل يمكن أن يعني أن تتمخض عن كل هذه اللقاءات، أن يكون الرئيس جميل هو الرئيس التوافق أو الوساطي؟ اليوم الرئيس جميل يقوم بمبادرة خارج إطار ترشيحه، يقوم بمبادرته لكونه أحد الزعماء الوطنيين في لبنان من أجل توحيد الصفوف، تأمين نصاب، تأمين انتخابات، لأننا ضد شغور قصر رئاسة الجمهورية في 25 أيام. دكتور أنطوان، الرئيس أمين الجميل والعماد عون بعد انتهاء اللقاء واستكمالا لما أعلنه الوزير وزير العمل مباشرة من ساحة النجمة، قال الأجواء إيجابية، والعماد عون أكد لن نصل إلى تاريخ 25 من أيار من دون حصول انتخابات رئاسية. هل كل هذه الأجواء توحي بأن أمرا ما أو لبنة الاستحقاق ما زالت محتملة؟ يعني نتمنى نحن يصير في استفاقة لو متأخرة، أنه ممنوع يصير في فراغ على أيدي المسيحيين، ممنوع نكرر تجربة 88، ممنوع نكرر تصادم 88، ممنوع نستعيد هذه الأجواء في أوراق الاقتراع الملغومة والسخيفة، ممنوع نعمل كل هالأجواء. ونحن قلنا أنه ممنوع نرجع نوصل لحتى يتحكم فينا أي فريق آخر، أي فريق يبتز المسيحيين أو يستفز المسيحيين ويجي يرشح لهم من بيته هو رئيس ما بيردوا، رئيس ما بيعبر عن الشارع المسيحي، ما بيعبر عن طموحات المسيحيين، ما بيعبر عن الدور والموقع التاريخي للمسيحيين. هل عادت المبادرة اليوم إلى المسيحيين إن كان في جولة الرئيس جميل أو في المواقف التي أطلقها، إن كان الدكتور جعجع في اليومين الماضيين أو اليوم العماد عون؟ أعتقد أن المبادرة كما كانت ب 88 بيد العماد عون منعا للتعطيل والوحدة المسيحية، هي اليوم أيضا بتنتظره فتحة لها صدرة، بس هو بده يأخذ موقف، مش مهم يكون شخصي، موقف يأتلف مع الجمهورية، مع الوطن، مع المسيحيين، دورهم التاريخي، استحقاقهم الرئاسي، وهذا الموقع الذي بنوه بنضال أجدادهم التاريخية اللي عمرها ألاف السنين. هلا بدي بالنسبة للي كنا عم نقوله عن الأستاذ إلي كيروز يلي معظمه موجود بمرجعنا، بقول إنه كمان الأستاذ إلي كيروز ربما ما أشار إلى أهم من ما قاله الرئيس صبري حمادة، إلى ما قرره عام 1970. نعم، إلى ما قرر الرئيس كامل الأسعد في منزله بالحزمية مع لجنة الإدارة والعدل باجتماع مشترك ومكتب المجلس، وقال بالدورة الثانية ب 82 كان بتاريخ 16 آب
الاجتماع وصدر بالنهار وبالأنوار هذا القرار، بقولوا أنه بالدورة الثانية يكتفى بالأغلبية المطلقة. أكثر من ذلك، أكثر من ذلك لأعطيك نموذج، يعني هيدا التفسير مش أنه يعني جاي لأنه في مصلحة أنا ذاك لانتخاب الرئيس الفلاني أو المرشح الفلاني. اليوم باليونان بالدورة الأولى مطلوب حضور الثلثين، بالدورة الثالثة مطلوب حضور 3 من 5 من مجموع أعضاء النواب، وبالدورة الثالثة أيضا ولكن بعدين بالأغلبية النسبية تحت طائرة في مهلة محددة، إذا ما انتخبوا يعتبر المجلس منحل. يعني في دساتير وضعت قيود، نحن نستحي نقول أنه لازم نضع قيود على النائب، لأن النائب مش جاي يقبض راتبه ويقعد بالبيت، مش جاي يقبض راتبه أو مخصصاته ويعرض موقع رئاسة الجمهورية للخطر، مش جاي يقبض راتبه ليقلنا أنه هو بيمثل الأمبراطورية الفارسية التي تصل إشاطئها إلى الجنوب اللبناني، مش جاي يقبض راتبه هو لحتى يجيبوا لنا رئيس استفزازي ما قدرت الوصاية ربما أو قدرت الوصاية السورية تجيبه، ومن دون وجود الوصاية السورية عم يجيبوا لنا ربما رئيس آخر. هيدا غير مطلوب بالنسبة للمسيحيين وحتى بالنسبة للمسلمين اللي بيأمنوا بالعيش المشترك، اللي بيأمنوا أنه ما لازم يوصل على رئاسة الحكومة رئيس مثلا على شاكلة النائب مراد أو على شاكلة مين ما كان يكون أو عباس هاشم بالنسبة للمجلس النيابي. وبالتالي ما بقى في حدا يستغيب المسيحيين أو يستغيب أي طائفة أخرى. نشير لأنه تم قرع الجرس في مجلس النواب لبدء تعداد النواب الحاضرين داخل قاعة المجلس. تفضل. هلا بالنسبه لاعطيك نموذج اخر، مثلا بالمانيا تنتخب ايضا بالاغلبيه المطلقه بعدين بالاغلبيه النسبيه، وبالتالي انا عم بعطيك معظم الانظمه ذات الوجه البرلماني او شبه البرلماني القريبه من النظام اللبناني شو بتحكي عن انتخابات الرئاسه. ولكن افتى الرئيس بري بدون وجه حق لانه منه سلطه الافتاء هو بمجلس النياب، مجلس النيابه اما بتطلع عن قرار اداري تلتزم فيه الجمعيه اذا كان من بقرره هيئه المكتب مع لجنة الإدارة والعدل، وحتى هيدا غير ملزم لأنه يبقى للجمعية العمومية أن تتصرف كما تشاء. ولكن إذا راد البعض يقول أنه أنا والله حق الدستوري أني ما فوت، طيب أنت فيك تضلك ما تفوت على المجلس النيابي وما تأمن نصاب وتقلي لأنه ما في توافق وما في مرشح جدي. مين هو المرشح الجدي؟ قلنا المرشح الجدي هو الذي يريد أن يبني دولة. إذا كان المرشح أنري حلو مستعد يبني دولة ويقول ما بقى بدي للدويلي وجود فليكن، وأنا بعتقد أول واحد بنتخبه الدكتور جعجع، فريق كتلته السياسي بتنتخبه. أما القول أنه نحن بدنا رئيس تسوية، تسوية على ماذا؟ شو نحن طالعين من 7 أيار جديدة مثلا؟ أم نحن طالعين من أحداث اللي صارت ب88 حرب إلغاء جديدة حتى نقول بدنا مرشح تسوية؟ أم نحن رايحين حكما على هيئة تأسيسية لبناء دستور جديد لنقول بدنا رئيس توافقي جديد؟ وهذا كله مش مطلوب. في عنا دستور ما احترمناه منذ إقراره بالعام 1990، اجت الوصاية السورية إلى تقود مضجع هذا الدستور. ماذا ينتظر اليوم من دور الرئيس بري تحديدا بعد كل الجلسات، 3 جلسات تعطيل النصاب، أيضا تطيير النصاب وتعطيل انعقاد الجلسة للمرة الثانية اليوم، ماذا ينتظر من الرئيس أنا بري؟ أعتقد أنه الرئيس بري هذا التقارب المسيحي الذي بدأ يتشكل إن كان تحت نظام كركي نتمنى أو ما يحصل اليوم بين هلالين، نتمنى أنه يصير في تقارب مضبوط لخدمة، لأنه المسيحيين لما بيكونوا موحدين وبياخذوا قرار سليم الجمهورية كلها بتكون بخير، وعندما بيكونوا المسيحيين منقسمين أو مبعدين أو مكرهين الجمهورية ما بتكون بخير، إلا إذا أراد البعض أن يبني أمبراطورية فارسية كما قيل في الأمس من دون وجود المسيحيين، وهيدا بعتقد فشل عرقابهم لأنه هيدا لبنان مكلل بالصلبين، وما تكلل هيك بالصدفة طلع ولد صغير حطهم فوق، كللوه بنضال الآباء والأجداد، كللوه بنضال المسلمين المؤمنين بالعيش المشترك. إذن أعتقد أنه الرئيس بري ما بيقدر يطلع من هذا الجو اللي عم تحكي عنه بكركي، الجو اللي عم يحكوا عنه المسيحيين، الجو اللي عم يحكوا عنه كل الأحرار والمؤمنين بالعيش المشترك، والمؤمنين أنه ما لازم يكون في
فراغ بسدة الرئاسة. شوفوا رئيس الجمهورية لما أول ما تجي استشارات نيابية كيف بكلف رئيس حكومة. شوفوا كيف كل القوى تتضافر وتتناسى ما حصل بالأمس من ارتكابات قام فيها الرئيس بري. هل تحول القول أنه الرئيس بري يمارس دور تعطيلي اليوم فيما الموقع المسيحي لا يمارس هذا الدور التعطيلي بالأعوام 2006 و2007 ومارسوا بانتخابات رئيس الجمهورية بالعام 2007. نعود إلى ساحة نجمي ونستمع إلى نائب سامي نجمي. أي شيء ما نعمله تما يصير في فراغ ب 25. هل توافق الوعود من احمد عون بتامين النصاب؟ ما بدي احكي اكثر من هيك، بشكركم، شكرا. شيخ سامي استمعنا للنائب سامي الجميل، بتابع معك دكتور أنطوان. كنت تقول إن الرئيس بري مارس دور تعطيلي في العام 2006-2008 أيضا قبل انتخاب الرئيس ميشيل سليمان. نعم مارس هذا الدور ومارسه وقت الأقفل المجلس بوجه إقرار المحكمة الدولية، وقيل بوقتها أنه المحكمة هي سبب اعتقال الضباط لهالفترة، في حين أنه لو وقتها فتحوا المجلس كانت أقرت الاتفاقية وطلعوا الضباط دغري، وبالتالي هو كان سبب التعطيل، فريق السياسي كان سبب التعطيل بوقتها لأنه ما عندهم أكثرية، بدهم ياخذوا أكثرية بالقوة، ما نجحوا آنذاك، عادوا نجحوا بالقمصان الصود، ولكن القمصان الصود لم تأتي بالثمار المطلوبة، وبالتالي ننتقل إلى صرح البطاركي لنستمع البيان الشهري للبطاركة الموارنة. المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في 7 من شهر أيار سنة 2014 في بكركي برئاسة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبة، ومشاركة صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير وقدس الرؤساء العامين، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي: أولا، أطلع صاحب الغبطة والنيافة الآباء على أجواء الاحتفال بإعلان قداسة الطوباويين البابوين يوحنا الثالث والعشرين ويوحنا بولس الثاني، وبالمئوية الأولى لتدشين كنيسة القديس مارون في المعهد الحبري الماروني بروما. وقد شارك فيهما فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، فشكروا الله على هذين الحدثين الكنسيين، والتمسوا شفاعة القديسين الجديدين من أجل الاستقرار في لبنان والسلام في بلدان الشرق الأوسط. ثانياً، جدد الأباء تضامنهم مع صاحب الغبطة وأصحاب النوايا الحسنة في مساعيهم الحثيثة بغية التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون على حجم التحديات الداخلية والإقليمية وحاجات لبنان ومستقبله. وهم يذكرون نواب الأمة بأن انتخاب الرئيس يكون باحترام المؤسسات الدستورية ووفقاً للدستور وما يمليه على النواب من واجب وطني بحكم الوكالة المعطاة لهم من الشعب. وما يزيد من قلق الآباء حديث بعض نواب الأمة عن الفراغ، وكأنهم بذلك يعلنون عن عجزهم السياسي. ويناشد الآباء أبناءهم القادة الموارنة أن يعتبروا الالتزام الذي أعلنوه في لقاء بكركي خريطة طريق أخلاقية لخوض انتخابات رئاسية تكون على مستوى طموحاتهم التي أعلنوها مراراً وتكراراً. ثالثاً، رحب الآباء بالنشاط التشريعي الذي شهده المجلس النيابي، وهم يناشدون النواب القيام بتشريع مرتكز على روح العدالة وتحت راية الخير العام، حتى لا تأتي نافعة ضارة وتدخل البلاد في أزمات جديدة هي بغنى عنها. وهم في الوقت عينه يأملون أن يستمر أيضا نشاط المجلس التشريعي بطريقة عادية وخارج أزمنة الاستحقاقات الكبرى. وهم من ناحية أخرى يتابعون باهتمام التحركات النقابية والمطلبية، ويعبرون عن تضامنهم مع المطالب المحقة شرط أن تأتي مدروسة تلافيا لما قد ينتج عنها من سلبيات في المستقبل. رابعا، رحب الآباء بنتائج الخطة الأمنية في طرابلس
ودخول المدينة مرحلة من الاستقرار، وهم يحيون أبناءها على ما أظهروه من تجاوب وتعاون مع القوى الشرعية لخيرهم وخير مدينتهم، كما رحبوا بتنفيذ الخطة الأمنية في منطقة بعلبك الهرمل وسيرها بخطى ثابتة، وحيوا أبناءها على التفافهم حول شرعية الدولة، ويأملون أن تشمل هذه الخطة كل المناطق اللبنانية. خامساً، في هذا الشهر المكرس لإكرام السيدة العذراء مريم أم الإله وسيدة السلام، يدعو الآباء أبناءهم إلى تكثيف الصلوات لكي ينير الله بشفاعتها عقول المسؤولين في وطننا ومنطقة الشرق الأوسط، كي يعملوا على وضع حد للقتل والدمار والحروب العبثية، ونشر سلام دائم مبني على أسس الحقيقة والعدالة والحرية والمحبة لصالح الجميع. بعد البيان الشهري لمطارنا الموارنة، نعود وننتقل إلى ساحة النجمة لنتابع مع زميلة دونيس رحمي فخري آخر التطورات. الرئيس بري دونيس رفع أرجأ الجلسة. تفضلي. نعم، أرجأ الجلسة بالفعل إلى الخميس المقبل، يعني بعد بيكون 15 الجاري. نعم، الخميس المقبل. إذن الخميس المقبل، كما علمنا أيضا بأنه عين جلسة تشريعية نهار الأربعاء مخصصة للبحث بموضوع سلسلة الرتب والرواتب. إذن الأربعاء جلسة تشريعية هي مخصصة لسلسلة الرتب والرواتب، والخميس جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية. موعد جديد هو الموعد الرابع سيكون. النواب بدأوا بمغادرة القاعة بعدما دخلوا إليها العدد 73، هن اللي وصلوا وشاركوا بشبه جلسة، إذا فينا نقول محاولة انعقاد جلسة. دق الجرس، دخل النواب، كان في تعداد للنواب عددهم 73. طبعا يعني بيكون 2 غيبين عن الجلسة الماضية. بالجلسة الماضية هن كانوا 75 اللي دخلوا، 2 بعد لم نتمكن من معرفة من الغائبين الإضافيين عن جلسة الماضي، علما أنه كانت بالجلسة الماضية غابت النائب ستريدة جعجع. اليوم حضرت إلى ساحة النجمة وسيكون لها مؤتمر صحفي بعد قليل. طبعا سنكون مباشرة من القاعة الإعلاميين. أول مغادرين من النواب واللي بدأوا مغادرة ساحة النجمة النائب بهية الحريري، وكنا ذكرنا كان الملفت بالحضور، حضر عدد قليل من نواب الثامن من أذار، لكن الملفت كان غياب أي نائب من كتلة الوفاء للمقاومة. نواب حزب الله أيضا كان ملفت بأنه لم يحضروا أبدا إلى ساحة النجمة. إذا روبير، عودي إليك. طبعا أذكر بأنه أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة إلى الخميس المقبل، وقد حدد جلسة تشريعية الأربعاء لموضوع سلسلة الرتب والرواتب. وطبعا بعد قليل النائب ستريدة جعجع ستعقد مؤتمر صحفي. عودة إليك روبير. شكرا لك يا زميلة دونيز رحمي فخري. إذن كما أشارت زميلة دونيز أن 73 نائبا حضروا اليوم إلى ساحة النجمة. الرئيس نبيه بري أرجأ الجلسة إلى الخميس المقبل في 15 من أيار، أي قبل 10 أيام فقط من انتهاء المهلة الدستورية وانتهاء عهد الرئيس ميشيل سليمان. كما عين الأربعاء المقبل 14 من أيار جلسة تشريعية لبحث سلسلة الرتب والرواتب. دكتور أنطوان، كنا في موضوع النصاب اليوم، النصف زائد واحد تأمن داخل قاعة مجلس النواب، كما كنت تشير إلى أن النصاب هو نصاب قانوني وفقا لكل الاجتهادات، وفقا لما تبعناه أيضا مع النائب إلي كيروز في الاجتهادات التي فندها بالتفصيل. يعني أنا عرضت لآخر قرار رسمي مكتوب صدر ب 82 عن لجنة الإدارة والعدل، صدر عن لجنة الإدارة والعدل وهيئة مكتب مجلس النواب، وكان بمنزل الرئيس كامل الأسعد، إنما لم يصدر قرار آخر يغير هذا المفهوم. وبالتالي الرئيس بري إجا بيعمل قرار فتوى هيدي همايونية بقلوها، هو كأنه منحها للشعب اللبناني وقال إنه هو ما بيقبل من دون الثلثين. طيب، البعض قال انه ربما المسيحيين يكونوا متضررين من هذه الفتوى، انه لعل اجتمعوا المسلمين مع نائب مسيحي وانتخبوا رئيس جمهوريه. اتابع معك، ولكن ننتقل لنستمع الى نائب بطرس حرب بعد مغادرته مجلس النواب. اوكي، بدي سجل اسفي الكبير
بدي سجل أسفي الكبير لما جرى اليوم واللي هو عم يتكرر وهو بيشبه اللي جرى مرة الماضي والقبلة. في شيء أو إن نحن بنظام ديمقراطي برلماني في أصول بترعى كيف نتعاطى مع الاستحقاقات الدستورية، أو إنه هذا النظام صار مرتبط بمزاجات ومصالح بعض الفرقاء. أنا الحقيقة بعتبر إنه لا خلاص للبنان إذا ضربنا هذا النظام الديمقراطي وأصول التعامل معه. في استحقاق رئاسي وفي قواعد دستورية بتقول كيف بيصير. التغيب عن الجلسة، التغيب عن الجلسة هو الحقيقة إسقاط لهذا الاستحقاق. هو وسيلة ضغط على النواب إنه أما بيصير ما يريد المتغيبون وأما ما في انتخابات، وبالتالي الفراغ ما على شيء يحصل. أنا بعتبر الحقيقة إنه من الضروري إنه يجتمعوا النواب بيمارسوا حقهم بالانتخاب. ما قادرين نحن نحمل تفريغ مركز رئيس الجمهورية في هذا البلد في هذه الظروف الصعبة اللي عم بمر فيها لبنان. واجب كل الأطراف السياسيين يجوا للمجلس يحتكموا للعبة الديمقراطية اللي بيحظى على الأكثرية المطلقة. بننتخبوا رئيس جمهورية أيا كان بنتعامل معه هذا الشخص على أساس رئيس جمهورية لبنان المنتخب، وإلا نحن عم نحط البلد بخطر. وأنا بعتبر كل الأطراف بيتحملوا مسؤوليات الموقف اللي هن عم ياخذوه اليوم. علي الوزير، هل تحرك الرئيس أمين الجميل باتجاه أكثر من طرف إنما هو يعني اعتراف بالعجز بمجلس النواب وعم يلاقوا طريقة أخرى؟ الحقيقة هو التحرك طبيعي، أنا برأيي ما له علاقة بالعجز أو عدم العجز. الرئيس جميل من حقه أنه يعمل تحرك سياسي، أولا هو شخصية وطنية متقدمة، وحقه أنه اسمه مطروح في معرض التنافس على تحمل مسؤولية البلد. من الطبيعي أن يقوم بهالاتصالات، ما بعتقد مرتبطة بهلأ، إلا أنه طبعا بجو الأزمة السياسية اللي هي الأزمة الوطنية، من الطبيعي أنه أي حديث بنحكى بهذا الأمر مرتبط بالتعطيل اللي عم بيحصل، يكون أحد عناصر البحث اللي بيبحثوا. أنا ما بستغرب هذا. متى تقرر 14 أذار تسمية مرشح وفاقي أو توافقي غير الدكتور جعجع؟ هلا 14 أذار عنده قرار، 14 أذار قررت أنها تسند وتستمر بمساندة ترشيح الدكتور سمير جعجع حتى إشعار آخر، عندما مع تطور المعركة مع دراسة النتائج الممكن والظروف اللي عم ترافق المعركة ممكن 14 أذار. أما تأكد على موقفها ذاته، أما بوقتها بالتعاون هي ودكتور سمير جعجع تحاول تأخذ موقف يتناسب مع التطورات. إذن منى، تابعنا معك كلمة النائب بطرس حرب، وأيضا تتابعين مغادرة معظم النواب لمجلس النواب لنتحدث. نعم مدام جعجع، يعني شو بتقولي بهذا اليوم اللي لثالث مرة لم تتوفق أو لم يتوفق مجلس النواب باقتراع؟ يعني شيء مؤسف جدا اليوم لثالث مرة في أشخاص عن سابق تصور وتصميم عم بيعرقلوا السحقاء هالقد مهم، وعم بيفرضوا علينا يا المرشح اللي هن بدهن اياه بحجة انه هو مرشح توافقي، يا ما في استحقاق للانتخابات رئيس الجمهورية. شيء مؤسف جدا. وعلى كل حال المؤسف اكثر انه البعض التزم قدام غبطة البطريرك ببكركي انه هالاستحقاق بينزلوا وبيمارسوا دورهم الديمقراطي وواجبهم الوطني، ولا سوء الحظ عم بيعرقلوا الاستحقاق. بيقولوا حقهم السياسي ما يحضروا الجلسة. هالشي منه صحيح، لأن بالنتيجة نحن عم نحكي عن رئاسة جمهورية بوضع سياسي استثنائي. لا، هالشي اللي عم بيقولوه منه دقيق، عم بيعرقلوا عن سابق تصور تصميم. الآخر عم بيقول إنه ترشيح مرشح يعني غير تحدي، هن بينزلوا مرشح آخر، شو تعليمك؟ أول شي منه صحيح إنه سمير جعجع مرشح تحدي. اثنين، ليش وقت عم نحكي بالاستحقاقات مثلا استحقاق انتخابات رئيس مجلس النواب او استحقاق رئيس الحكومه، ليش ما عم بيبحثوا بموضوع توافقي؟ وقت نوصل لاستحقاق انتخابات رئيس الجمهوريه بصير بدهم رئيس توافقي. من هالمنطلق انا عندي سؤال، بما انه ميشيل عون مرشح، ليش لتاريخ اليوم بعد ما اعلن عن ترشيحه؟ ليه برايك؟ انا برايي لان هو خايف، وهيدا بالنتيجة الأسلوب بدل هيدا منه أسلوب قوي، هيدا أسلوب ضعف. ليش لحد هلأ بعد في شبح مرشح؟ تاني شي، ليش ما في برنامج عمل واضح لهالشبح المرشح؟ وليش هالنواب لتاريخ اليوم بعد ما عم بينوجدوا هون تينتخبوا رئيس؟
سعادة النايب بالفريق الآخر عم بيقول بما أنه جربنا بالجلسة الأولى هيدا السيناريو والدكتور جعجع ما جايب أكثر من 48 صوت، إذا رجعنا فتنا مرة ثانية رح يرجع نفس السيناريو ونفس عدد الأصوات، ليه ما عم بتفكر 14 أدار بمرشح بديل مرشح توافقي إذا صح التعبير؟ هن كل همهم بالتحديد أنهم يعرقلوا أول شيء هالاستحقاق، والهم الثاني أنه يفوتوا 14 أدار ببعضه. أنا بقول لهم حصرمي بعيونهم 14 أدار، واحد. اثنين، نحن موحدين. امبارح كان في جلسة بين فخامة الرئيس أمين جميل والحكيم، وقبلها بين الشيخ بطرس حرب والحكيم، وبحب أقول لهم أنه نحن فتنا موحدين على هيدا الاستحقاق وباقيين مع برنامج عمل واضح المعالم. هن اللي عم بيهربوا منه، هن لتاريخ اليوم ما عندهم مرشح، هن لتاريخ اليوم ما عندهم برنامج عمل واضح المعالم. شكرا. فرصة لمرشحين آخرين من 14 أزار للترشح؟ برجع أنا بقول الحكيم بالنتيجة، نحن عنا 14 أدار اللي بيجمعه هو هالبرنامج العمل، هالبرنامج الانتخابي الواضح المعالم. أي شخص قادر يوصل وحامل هيدا البرنامج نحن ما عنا أي مشكلة. هل يمكن أن تؤدي جولة الرئيس الجميل إلى تبني ترشيحه بنهاية المطاف؟ بعد كتير بكير نحكي بهذا الموضوع. اللي فينا نحن نقوله هو التالي، أنه الدنيا بألف خير، والمرشحين ب 14 أدار في تنسيق بيناتهم وحصر ما بعيونهم. هل صحيح انه التقيت الرئيس سعد الحريري بالخارج؟ نحن دائما في تواصل، نحن والشيخ سعد الحريري، نحن دائما في حكي نحن وياه. هالشي بتركه لإلي. شكرا. إذا استمعنا إلى النائب ستريدا جعجع بعد مغادرتها مجلس النواب. نعود إلى داخل المجلس مع زميلة دونيز رحمي فخري ومعها المرشح الرئاسي أنري حلو. دونيز تفضلي. يعني المؤسف أنه اليوم المشهد عم بيتكرر اللي شفناه بجلستين الأسبوع الماضي واللي قبله. لا نصاب ولا انتخاب. والمؤسف أنه عم نوصل فعلاً للفراغ أو حتى للشغور أو سموه أنتم مثل ما بدكم، ولكن مثل ما مكفين رح نوصل لهالفراغ وللشغور. والهوة عم تكبر، وإذا كبرت الهوة يعني مخاطر المحدقة كمان رح تتفاقم ورح تكبر، ويمكن البلد ما يستوعب ما يكون عنده الطاقة حتى فعلا يتعاطى مع هذه المخاطر. نحن كلقاء ديمقراطي وجبهة النضال هدفنا ردم هذه الهوة، والردم بدأ بترشيحه للانتخابات فعلا لمد الجسور بين كل اللبنانيين وفتح الحوار والتلاقي بين كل اللبنانيين. أيضا اللقاء الديمقراطي كان ساعي بكل نشاط وبكل قوة للوصول إلى حكومة المصلحة الوطنية، وشفنا فعلا أنه خلال شهرين عمل هذه الحكومة وصلت إلى نتائج جدا إيجابية، إن كان على صعيد الأمن أو على صعيد التعيينات بالإدارات العامة والمؤسسات العامة. وبالتالي نحن مكفين، أنا مكفى بترشيحي لأنه بدنا نكفي بهالديناميكية اللي أطلقناها، وبتأمل نوصل للانتخاب قبل المهل. ومثل ما وصلنا لنتيجة إيجابية بحكومة المصلحة الوطنية، ايضا نوصل يمكن لانتخابات رئيس جمهوريه المصلحه الوطنيه. بعتقد هيدا امر جدا 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 مهم. بما يتعلق بالنصاب، للاسف الاستحقاق اصبح رهينه النصاب. يعني الانقسام والاصطفافات عطلوا كل لهالعمل اللي عم نشوفه اليوم بعدم حضور النواب وتعطيل النصاب. بالنسبة لإلي، وهذه نقطة جدا مهمة، أنا بدي أمن النصاب، ولكن النصاب التوافق قبل أي نصاب آخر. ويمكن من التوافق ننطلق إلى نصاب العدد، نصاب العددي، وبالتالي فعلا نوصل لنتيجة انتخاب رئيس جمهورية قبل نهاية المهل الدستورية. وشكرا. إذا استمعنا إلى المرشح الرئاسي النائب أنري حلو. أعود إلى زميلة منى صليبة من جديد إلى ساحة مجلس النواب، ساحة النجمة. منى،
النواب. روبير، معظم ايضا الذين كانوا داخل المجلس خرجوا كما لاحظت، كنا نسترق المقابلات فعلا. كان كلام النائب ستريدا جعجع معبر خارج مجلس النواب التي اعتبرت بأن فريق الثامن من أذار لديه مرشح شبح ولديه برنامج شبح أيضا، وسألت لماذا لا يعلنون اسم مرشحهم أو حتى البرنامج الانتخابي الذي على أساسه يخوض هذه الانتخابات. كان سبقها أكثر من شخصية من 14 أذار، جميعهم تحدثوا بأن لغاية هذه الساعات قوى 14 أذار تسير بدعم مرشحها أو المرشح الدكتور سمير جعجع، وعن إمكانية تسمية أحد آخر من قوى 14 أذار كان الجواب منى. سأستقبل معك هذه الرسالة عذرا، أعود إلى داخل مجلس النواب ونستمع إلى النائب جورج عضوة. عفوا، بدي أحكي بموضوعين. الموضوع الأول يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، والموضوع الثاني يتعلق بالانتخابات الرئاسية. بما يتعلق بموضوع السلسلة، مثل ما بتعرفوا انه قدمنا التقرير تبعنا كلجنة والتزمنا بالوقت، واليوم كان في اجتماع مطول مع دولة الرئيس بري يلي رح يدعي لجلسة نهار الأربعاء القادم يعين دعيته عظيم منشان حتى تبحث قصة السلسلة. وأنا بتأمل أنه بأسرع وقت ممكن، أخذت كتير بحث، صار في كتير مقاربات، أن يتم بأسرع وقت ممكن إقرار قصة السلسلة والإيرادات لحتى ننطلق لشغلات أخرى. هون أنا بقصة السلسلة بحب أكد أنه أهم موضوع كان بالنسبة إلنا مش بس التوازن بين الإيرادات وبين الإنفاق، كان مهم كتير أنه يلي هالإيرادات هي مأمنة من أمور لا تصيب الطبقة الغير ميسورة. وهون كمان لازم نعرف أنه بالإصلاحات يلي نحن حطيناهم بالسلسلة عنا هدف، نحن عارفين أنه يمكن الناس وخاصة الغير ميسورين بحاجة لزيادات أكثر، إنما نحن بخطوة من خطوات لازم تنعمل. نحن اليوم عم نجي نصحح مسار صار له مدة طويلة غير مصحح، هيدي خطوة أولى. إذا الدولة، إذا الحكومة مشيت بالإصلاحات وإذا أخذت هالإصلاحات بكل جدية والإيرادات بكل جدية، رح نقدر نرجع نعيد التوازن للموازنة العامة، رح نرجع نعيد الوضع الاقتصادي والمالي إلى المسار الصحيح. طبعا هذا بيتطلب إلى جانب الإصلاحات أنه نأمن استقرار بالبلد، وهيدي مسؤولية كل الناس يأمنوا الاستقرار. ساعتها يلي عملناه اليوم ما بيكون هيك خطوة منفردة، منكون نحن أمام سلسلة خطوات ستأتي تباعا، لأنه أنا برأيي هذا موضوع لازم ينعمل كل سنة هالتصحيح، وكل مدة نرجع نعيد النظر بالموضوع. لذلك أنا بطلب من الجميع ياخدوا الأمور بكل مسؤولية، ياخدوا بكل تروي، ويعرفوا أنه نحن بدنا نعمل شغلة تكون عم بتأسس لأعمال مستمرة، كان على الصعيد الحكومي وكان على صعيد المجلس النيابي. بما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، الوقت عم بيضيق أمامنا، الأيام عم بتمر. أنا هون بدي أتمنى على تحديدا على موضوع كتير أساسي عم ينحكى كتير بتسوية ووفاق وتسويات. أنا بعتقد المقاربة الحقيقية لازم نعملها لما نقعد هيك نغوص بالكلمات. اليوم في فريق من اللبنانيين يلي هو فريق 14 أذار قدم برنامج عم بيقول انه اي مرشح بيوصل من 14 أذار يحمل هذا البرنامج. وطبعا هالفريق رشح وما زال ومستمر بترشيح الدكتور جعجع لحتى يحمل هذا البرنامج، واي مرشح بيجي من 14 أذار سيكون حاملا اذا صار في مرشح
آخر رح يكون حامل هالبرنامج، وبالتالي لازم يقدروا النواب واللبنانيين أمام أي وضع آخر يقدروا يقارنوا البرامج، يقدروا يجي يقولوا أنا مع هالمرشح لأنه أنا متبنى هالنقاط، أو أنا مني مع هالمرشح لأنه مني متبني هالنقاط. أكيد شخص المرشح مهم لنعرف مدى التزامه بالبرنامج، لأنه كل واحد تاريخه بدل عليه إذا هو شخص يلتزم بما يقول وبما يصرح أو لا يلتزم. إنما من ناحية تانية نحن أمام مسار ورؤية لبلد تتطلب إنه الشخص يلي بده يكون على رأس المؤسسات وعلى رأس الدولة ما يكون في أي غموض من النقاط يلي موجودة اليوم وهي خلافية على الساحة اللبنانية. لذلك أنا بدي انطلق لأقول إذا بدنا نسهل المهمة يلي جايين عليها وبدنا نسهل إنه يصير في نقاش حول المرحلة القادمة، يتقدم كل واحد طامح لأن يكون رئيس للجمهورية يقول أنا النظرة تبعي هي هيك وهيك وهيك من كل المواضيع الخلافية. ساعتها بصير في حوار على البرنامج، وبصير في حوار على نقاط الخلاف، وبصير في حوار على الرؤية المستقبلية يلي بدنا إياها للوطن. أما أنه نعمل تسويات خارج إطار البرامج، خارج إطار الرؤية الواضحة، منكون عم نعمل تسويات على حساب الدستور، تسويات على حساب الوطن، تسويات على حساب صنع بلبنان. نحن بعدنا مصرين أنه نحن نصنع الرئيس كلبنانيين، نحن بعدنا مصرين أنه نحن كنواب يكون لنا الكلمة الأولى والأخيرة بصناعة الرئيس. لذلك أنا اليوم بوجه نداء لكل الطامحين، وهذا من حق الجميع، لرئاسة الجمهورية أن يتقدم بهذا القدر. من كلمة النائب جورج عدوان ننتقل إلى خارج المجلس ونستمع إلى الوزير الياس بوصعب. عودة إلى كلمة النائب جورج عدوان إلى حين تأمين الصورة من الخارج. دكتور أنطوان، كل الكلمات اليوم شددت على تطهير النصاب في الجلسة، هذا التطهير للمرة الثالثة، هنالك شجب ورفض لهذا التطهير وهو واقع. من يتحمل هذه المسؤولية؟ هل نعود إلى مجلس النواب لنستمع إلى الوزير الياس بوصعب. أنا ما بدي فوت وما بدي أتكهن وما عندي كل هالمعلومات. أنا كانت عندي ملفين بإيدي، كمان استغليت الفرصة أنه موجود فيهم اليوم، موضوع الجامعة اللبنانية وموضوع جسر جل الديب اللي راح يكونوا مطروحين بين هالأسبوع والأسبوع القادم على مجلس الوزراء، وهذا بيعني الشعب اللبناني بشكل أساسي. إن شاء الله نقدر نكون عملنا إنجاز بموضوعين، جسر جل الديب والجامعة اللبنانية. ويعطيكم العافية. ما تطرحوا العماد عون قبل 25 أيار مرشح؟ جنرال عون اختاروا جمهوره، اختاروا شعبه، اختاروا محبزينه. لازم يختاروا الوكالة اللي انعطت للجنرال عون. نحن مش من فريق اللي لازم تتجير لحدا تاني. يعطيكم العافية. بس لازم يكون مرشح لينتخبوا له معالي الوزير. دكتور أنطوان، كيف تقرأ هذه الترشيحات؟ يبدو أنها تكون ترشيحات غامضة أو مرشحة على اللحظة الأخيرة، إلى حين تأمين هذا التوافق الذي يطلبه العماد عون؟ ما بعرف إذا نحن أمام مرشح عم بيخجل من أول الطريق بده يعمل رئيس جمهورية. إنه لابد أنه تكتيك استراتيجي للمعركة. يعني ما بعتقد أنه التكتيك بيكون على إقناع الأفرقاء والأطراف، لأنه ما بحق له يباغت الرأي العام بآخر خمس دقائق يصير هو ينزل رئيس توافقي ونزل بالباراشوت. الرأي العام بده لازم يطلع على الأشخاص، يبدي رأيه، يعلق كل يوم في التصويت على شركات الأحصاء اللي عم بتصير على رأيهم بالأشخاص المرشحين إلى رئاسة الجمهورية. وبالتالي من حق الرأي العام يبدأ تقييمه، من حق الرأي العام يواكب أو يؤيد أو يرفض تأييد لأي مرشح مع لا يحمل رؤية للجمهورية، رؤية للدولة. وبالتالي إذا خلينا نقول إنه هيدا حقه الديمقراطي كمان يعمل تكتيك، فليكن، ولكن ما حدا من حقه يعطل ويآمر بحقوق المسيحيين. كفى مقامرة بحقوق ولكن المسيحيين. ولكن تزامنا مع هذه الجلسة، قطبان مسيحيان بارزان التقيا اليوم، العماد عون والرئيس أمين الجميل. العماد عون بعد اللقاء قال إن هذا الاجتماع سيمهد لمرحلة تعاون جديدة مع الرئيس الجميل. أنا عم برفع الصرخة كرمال أقول ما بدنا فراغ.
أي لقاء حتى قبل بخمس دقائق من انتهاء مدة هذا الاستحقاق أو قبل الوصول إلى الفراغ، إذا كان أي لقاء سينتج عنه أنه انتخاب رئيس جمهورية فليكن. ولكن للأسف العملية ما كانت نظيفة منذ بداية الفترة أو منذ الجلسة الأولى لبدء الدعوة إلى انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية، وبالتالي ما شفنا عملية نظيفة، شفنا كمان أيضا تعهدات ببكركي ولكن كان أنه نأمن نصاب وما ونكلنا بهذه التعهدات، مثل ما بنعمل مثل ما عملنا بالسابق كل يوم قبل سياح الضيق نتراجع عما بدأنا وعما وقفنا، ساعة منكون ضد السوري، ساعة معه للسوري، ساعة ضد الميليشيات، ساعة بحضن حزب الله، ساعة بدنا الكيان النهائي للبنان، ساعة بحضن الإمبراطورية الفارسية، ساعة مع ضد الأسد الجزارين، ساعة بنعمل مرافعات وصولات وجولات للدفاع عنهم. يعني أمتين بدنا نطلع من إذا بدك من هالتخبط السياسي يلي عم بيرافقه للأسف بعض التأييد الشعبي يلي ربما ما عم يقدر يقارن بين هذه التناقضات أو يراقب هالتناقضات. أتمنى للرأي العام أن يحكم، وأنا عم بقول له دائما الرأي العام مين ما كان وحتى مين ما كان مرشحه السياسي، كما تكونون يولى عليكم، هيك أنتم ناخبين بتكونوا بهيك مرشح بهيك ممثلين سياسيين، هيك ممثلين بعطلوا لكم المجلس النيابي على سنتين ثلاثة وفجأة بيصيروا بدهم يشتغلوا 24 ساعة على 24 الأحد سبت جمعة، ما في وقت للصلاة، ما في وقت لشيء، المهم صاروا قديسين بالمجلس النيابي ليعملوا إقرارات وتشريعات، وفجأة بتركب كل التعيينات الإدارية بغض النظر إذا كان في ملفات البعض يعني ملفات سوداء أو في علامات سوداء ومعروفة بالرأي العام من السارقين واللي عندهم ملفات سود جيبون بلحظة عينوا وغيرهم، مش مشكل، هن بنظرهم هيدا التوافق. شو التوافق؟ التوافق على الفساد. في أحد المرشحين يعني هلأ الأستاذ أنري حلو ما بعرف شو عمل بماضي القريب لما كان يجتمع بعطول بجلسات 14 أدار، يعني عم بيقول لي أنه أنا ربما بفكر على أسلوب وليد جنبلاط. طيب بدي أنسى هيدي، أنا بدي يمد جسور بين شو؟ بين الدولة والدويلة، بين القتل والناس اللي بتحترم القانون، بين امبارح يعني عم يحكوا كانوا، ولكن كان كلامه واضح، أشار أيضا قال إنه هو بدنا نمد جسور لنرجع نعمل توافق. بس ما عم توافق بين شو؟ أنا بتوافق على وياك إنه نعمل الدولة، نعمل حزبين كبار بالبلد، واحد جمهوري واحد ديمقراطي لصالح لبنان، بس ما بنعمل أنا وياك دولتين بدولة، ما بنعمل أنا وياك حزب بيتعايش مع دولة. امبارح يعني كلهم عم يحكوا كانوا عن سمير جعجع، ولا واحد بيسترجي يفتح لجنة عفو للكشف عن الحقائق، ولا واحد، بلش من ميشيل عون ولا أنتهي بحسن نصر الله صاحب الجرائم المستمرة. امبارح قتل هاشم السلمان، امبارح قتل سامر حنا وبيفتخروا فيهم وعم بيقتل أطفال بسوريا وبيفتخر فيهم، هو قاتل وقاتل مستمر، ولا واحد من 8 أدار يجرؤ أن يكتب له ورقة بيضة أنت قاتل. عم يكتبوا لسمير جعجع، سمير جعجع إذا كان عم بيقتل أو يدافع عن حاله بزمن الحرب، شو زمن الحرب؟ قتلني وبقتلك، دافع عني عن حالك وأنا بدافع عن حالي، ولكن بزمن الدولة والقانون مين منهم، مين من هذا الفريق السياسي ما سرق مصاري من الدولة؟ مين ما أسرع على حساب المال العام؟ هل ستبقى المعادلة تهم وتهم متبادلة؟ أنا عم كل مرة نستصرخ هذا تاريخ الحرب اللبنانية. أنا عم بقول لك، أنا عم بقول لك إنه بدك تعمل زواج. تبعنا من ساحة النجمة هذا الكلام المكرر. أنت بدك تعمل زواج بين مين ومين؟ زواج أو زواج مرياش فورسي بين مين ومين؟ بين الدولة والدويلة؟ هيدا هو المنطق، هيدا التوافق اللي بده يعمل. شو بده يعمل رئيس كرمال شو؟ ليقلنا إنه مزبوط بتقتلوا بكرة ضابط بالجيش، بتركعوه بتقوصوه بقلبه وبراسه ومنجيبكم على المحكمة العسكرية بتحكموه شهرين. سأنتقل إلى معراب دكتور أنطوان ونستمع إلى دكتور سمير جعجع في موقفه من جلسة اليوم. نواب الأمة في ظروف قاهرة واستثنائية تحول دون تمكنهم من التعبير عن رأيهم بحرية كوقوع الدولة أو بعضها لا سمح الله تحت الاحتلال مثلا، لكن أن يتحول هذا الاستثناء إلى قاعدة عامة يتم اللجوء إليها في ظروف عادية من أجل ممارسة الابتزاز لفرض مرشح معين فقط لا غير، فذلك يعتبر خرقا للدستور تلاعبا فيه وليس حقا دستوريا أبدا. لقد جاءت الأنظمة الداخلية المتعاقبة لمجلس النواب منذ العام 1930 وحتى النظام الداخلي الحالي في مواده 44 61 و 62 لتمنع صراحة تغيب النائب
عن أكثر من جلستين عامتين عاديتين، كذلك التغيب عن جلسات اللجان النيابية. وبالتالي إذا كان هذا هو الحال بالنسبة للجلسات العادية النيابية، فكيف بالحري بالنسبة لجلسات انتخابات رئيس الجمهورية التي تأتي في مقدمة الاستحقاقات الدستورية وتعتبر واجبا أساسيا من واجبات النائب اللبناني؟ أنا عم بروح الأدي لأنه عم بجربوا البعض ينسونا شو هو الدستور، شو هي القوانين، شو هي الطريقة الطبيعية لمجريات الأمور، ويفوتونا بطرق جديدة ما إلى علاقة لا بالدستور ولا بالقوانين، طرق هي بالحقيقة موروثة من أيام الوصاية ومن ممارسات عهد الوصاية. هذا النهج التعطيلي يناقض كل التقاليد والأعراف اللبنانية على الإطلاق المعمول بها منذ إعلان الميثاق الوطني في العام 1943 حتى في عز أيام الخلافات السياسية والإيديولوجية والانقسامات العمودية والأفقية التي عرفها لبنان في خمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي. لنستذكر قليلا إن نواب الأمة لم يتخلوا يوما عن واجباتهم الوطنية تجاه الله والشعب والضمير مثل ما هو حاصل اليوم. فعلى سبيل المثال للحصر، إن مجلس النواب في العام 1958 كان بأكثريته الساحقة العظمى مع الرئيس كميل شمعون، ومع ذلك فلم يقاطع النواب مجلس النواب جلسة الانتخاب، ولم يترددوا في انتخاب فؤاد شهاب حتى رئيسا للجمهورية على الرغم من خلافات شهاب الحادة مع شمعون فقط لعدم ترك الجمهورية في الفراغ. أما في العام 1970 فمجلس النواب كان منقسما على ذاته أكثر من الانقسام الحاصل اليوم، ولم يكن أي فريق فيه واثقا من فوز مرشحه تماما مثل ما هو حاصل اليوم أيضا. لكن الفارق هو أن نواب العام 1970 لم يعطلوا النصاب، وإنما حضروا جلسة الانتخاب واقترعوا كل لمرشحه، وتمكن الرئيس سليمان الفرنجي من الفوز على منافسه بفارق صوت واحد فقط. تلك بالفعل كانت الممارسة الديمقراطية الحقة التي يفاخر بها لبنان. أما ما يجري اليوم فهو انقلاب كامل على دستورنا وتقاليدنا البرلمانية وتاريخنا السياسي. ثانيا، في التلطي خلف شعار التوافق، إن تعطيل جلسات النصاب اليوم تتم تغطيته بشعار التوافق، لكن المعركة السياسية الحقيقية اليوم ليست لا تدور بين مفهوم الرئيس التوافقي ومفهوم الرئيس الغير توافقي، إنما بين منطق العمل الديمقراطي المؤسسات السليم ومنطق التعطيل والابتزاز وفقا لمعادلة بسيطة جدا، إما الرئيس من 8 أدار أو الفراغ. هذا يذكرنا تماما بمعادلة سنة 1988 عندما أتت بعض القوى الخارجية لتقول لنا إما مخيل ظاهر وإما الفوضى. الآن إما مرشح 8 أدار أو الفراغ. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، لماذا تمتنع قوى 8 أدار حتى اللحظة عن إعلان اسم مرشحها الرئاسي؟ وافتراضا أن شعار التوافق الذي ترفعه 8 أدار صحيح، فلماذا لم تقترح هذه القوى لو كان ذلك صحيحا اسما أو مجموعة أسماء لا تنتمي إليها، لأن التوافق يعني ذلك، لا تنتمي إليها للتباحث مع الكتل الأخرى حول حظوظ توافقيتها؟ في الحقيقة أن قوة 8 أدار لم تعترف يوما بمنطق التوافق من أساسه، وإلا فهل يقبلون بتعميم التوافق مثلا على قرار السلم والحرب؟ هل يقبلون على بتعميم موقف التوافق، منطق التوافق على موضوع القتال في سوريا أو على موضوع السلاح غير الشرعي ككل؟ هل يقبلون بتعميم منطق التوافق على انتخابات رئاسة المجلس مثلا؟ لقد أضحى شعار التوافق بفعل تشويهه وأفراغه من مضمونه الحقيقي بالوقت لتوافق كلمة سامية جدا. لقد أضحى بفعل تشويهه وأفراغه من مضمونه الحقيقي رديفا للتعطيل والفراغ والتهميش في موقع الرئاسة الأولى.
فهذا السلوك الذي تنتهجه بعض قوة بني أدار ينعكس سلبا على المستوى الوطني ككل ويهدد الميثاق بحد ذاته. إن الشرط الأول من شروط التوافق هو حصوله بروح التوافق، لا أن يكون شعار حق يراد به الابتزاز والفرض. أما إذا كان التوافق غير متوفر بسبب من الأسباب كما هي الحال بالوقت الحاضر، فالذهاب إلى التصويت وتقبل نتائج الصناديق بكل روح رياضية هو الرديف القانوني والشرعي للتوافق بحسب القواعد المتبعة في كل الأنظمة الديمقراطية ومنها في لبنان. في مطلق الأحوال فإن التغيب عن جلسات النصاب من طرف واحد وتعطيل عمل المؤسسات في لبنان لا ينم بأي شكل من الأشكال عن روح توافقية، بل على العكس فهو ينم عن رغبة بفرض مرشح معين دون سواه. ثالثا، في تهميش موقع الرئاسة، إن عرقلة انتخاب رئيس فعلي للبلاد يعبر عن تطلعات اللبنانيين ويمثل المسيحيين في السلطة يعني حكما الاتيان برئيس صوري تفرزه الغرف المغلقة والصفقات الخارجية، مما يعني تهميش موقع الرسالة رئاسة وتقزيم دور الرئيس العتيد، واستطرادا تهميش تمثيل المسيح داخل السلطة، مما سيؤدي إلى خلل في الشراكة الوطنية والميثاق الوطني. إن الأمور لن تستقيم في لبنان طالما أن الدولة تفتقر منذ العام 1990 وحتى اليوم إلى رئيس فعلي للجمهورية، كما أن الواقع السياسي للمسيحيين في لبنان لن ينحو نحو الأفضل طالما أن الموقع الأول المخصص لهم في التركيبة اللبنانية لا يشغله إلا رئيس تسوية لا حول له ولا قوة، وليس واحدا من الذين يتوق المسيحيون فعلا إلى انتخابه. إن المسيحيين في لبنان باتوا يشعرون وكأن هناك مؤامرة ما على دورهم في لبنان من خلال كل ما حدث ويحدث في الانتخابات الرئاسية، مرة بحجة النصاب ومرة أخرى بحجة التوافق، في الوقت الذي لم يواجه أي من المواقع الدستورية الأخرى سوى نادرا جدا أي من العراقيل أو الإشكاليات التي رافقت وترافق كل استحقاق رئاسي. إن ما يجري اليوم يستكمل ما كانت حقبة الوصاية قد أفرزته لجهة إضعاف موقع المسيحيين في التركيبة اللبنانية من خلال تعطيل جلسات انتخاب الرئيس، ما يمعن في إبقاء المسيحيين حذرين قلقين مترددين في الانخراط في الدولة. والعجب الأكبر هذه المرة هو أن يحتل واجهة هؤلاء المعطلين والمتلاعبين فريق مسيحي. رابعا، الخاتمة، إن أهمية الانتخابات الرئاسية الراهنة تكمن في أنها تحصل للمرة الأولى بعد انتهاء الحرب اللبنانية في العام 1990، فالانتخابات الرئاسية السابقة لم تكن إلا مجرد تعيينات أو صفقات أو تسويات خارجية تأتي لنا برئيس صنع في كل مكان إلا في لبنان، وهذا ما نسعى اليوم إلى تلافيه بكل قوانا وبأي ثمن حتى نعيد هذا الاستحقاق استحقاقا صنع في لبنان بالفعل، وحتى نكرس هذا النفس الديمقراطي في عمل المؤسسات وفي كل الاستحقاقات الدستورية التي تلي. إن التلاعب بالاستحقاقات الدستورية وممارسة الابتزاز والتعطيل للوصول إلى مرشح معين فقط لا غير لا يمكن أن يبني دولة حقيقية في لبنان، إنما يبقي الميثاق الوطني في وضعية هشة ويشرع أبواب لبنان أمام كل أنواع التدخلات ويسلب حق اللبنانيين في تقرير مصيرهم. من هنا وجه نداء مع كل ما يعنيه ذلك من مسؤولية للمرجعيات السياسية اللبنانية كافة حتى تدفع بكل قوتها وبروح من المسؤولية الوطنية باتجاه إنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي بعيدا عن لغة التعطيل والابتزاز واستجلاب التدخلات الخارجية.
كما أتوجه بنداء حار إلى المرجعيات الدينية مسيحية وإسلامية ودرزية وبالأخص إلى مرجعية بكركة حتى تطلب من النواب المعطلين وفي طليعتهم النواب المسيحيون الكف عن التلاعب بهذا الاستحقاق المصيري والالتزام بما تعهدوا به في بكركة لجهة عدم التعطيل والتغيب عن جلسات النصاب وإلزامهم معنويا وأخلاقيا بالحضور إلى الجلسات تحت طائلة تحميلهم مسؤولية تهميش الحضور المسيحي في الدولة مرة جديدة وأبقاء لبنان في المستقع الذي هو فيه. آن الأوان لكي يقرر اللبنانيين مستقبلهم بأيديهم لا أن يقرر الغير عنهم. مرة جديدة أدعو اللبنانيين بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص للضغط على النواب المتغيبين والذين يمثلونهم من أجل الكف عن استخدام الوكالة الممنوحة لهم من الشعب في وجهة تعطيلية تتناقض ومصالح هذا الشعب، من أجل النزول إلى المجلس النيابي وانتخاب من يريدونه رئيسا لكي تستقيم الممارسة الديمقراطية في لبنان ويكون لنا رئيس فعلي صنع فعلا في لبنان. والسلام. هلا بياخذ اسئله بس بليز بنبلش هيك بالدور وبمرق الدور على دكتور جاجة. على ما يبدو كل فريق متشبث برايه، واليوم نحن قدام ثالث جلسه وما صار في نصاب لينتخبوا رئيس، بقى كيف رح تلاقوا الفريق الثاني لمنتصف الطريق مشان ايجاد حل لقضيه رئاسه الجمهوريه؟ وهل برايك مسعى الرئيس امين الجميل رح يوصل لنتيجه؟ مدام اول شيء انا بدي يعني بكل محبه اعترض على السؤال مثل ما طرحتيه، بدي أتمنى كمان على الصحافة لأنه هي عندها دور كبير إن تساهم باستقامة الحياة السياسية بالبلد، مش إنه إذا كل فريق متمسك بموقفه. شو هو نحن موقفنا؟ في انتخابات رئاسية، أنت إذا كنت فريق سليم بالبلد شو بتعملي؟ بتترشحي أو بتأيدي مرشح معين، بتروحي على الجلسة وبتنتخبي، وبالتالي هذا مش تشبث بموقف، هذا الموقف. يعني شو هو الموقف الثاني اللي بدنا نعمله؟ موقف الثاني بقى نعمله بدنا نقول للفريق الآخر بأمرك ونروح ننتخب رئيس بدويه، وهذا مش طبيعي وهذا مش ديمقراطي. وبالتالي المساله مش مساله تشبث كل فريق برايه، لانه مش ما في رايين هون، في راي واحد هو في انتخابات رئاسيه بحب يترشح يترشح، مع انه هلا اللي كان بحب يترشح انه صار لنا من 6 سنين بتصور الا شوي عارفين انه سنه 2014 في انتخابات رئاسيه، وبالتالي اللي كان بحب يترشح مفترض يحضر حاله. يلي مثل ما هلا سمعت بعض النواب انه عم نعمل اتصالات، طيب اذا 6 سنين ما قدت مشان اتصالات تحضيرا لسنه 2014 هلا 6 ايام رح يقدوا؟ طيب اذا 6 ايام بيقدوا ليش ما صاروا قبل الاستحقاق الرئاسي؟ هذا اللي عم بصير مش تشبث من قبل فريقين، في فريق دستوري جمهوري هو فريقنا، فريق 14 اذار جمهوري بكل معنى الكلمه، حامل الدستور وعم بجرب يطبقه وعم بيقاتل ويواجه كل يوم تيستقيم تطبيق الدستور في لبنان، في فريق آخر عم بيستعمل الدستور وكل ما موجود في الدستور تيحقق غايته هو فقط لغير، وهذا لا يجوز. دكتور جعجع، بالمؤتمر تحدثت حضرتك عن الدستور وأصريتوا على الفريق الآخر تمسك بالدستور، ولكن عم بتطالبوا فريق يتمسك بالدستور بوقت هيدا الفريق عم بيطالب أو عم بيلمح على مؤتمر تأسيسي جديد وكأنه عم ينسف الدستور من أساسه. نحن اولا ما عندنا اي تفكير باي مؤتمر تاسيسي جديد بالوقت الحاضر، لانه هذا بيكون خطا كتير كتير كبير. بس من هلا لوقت حتى افترضي اذا فريق مش عاجب الدستور بده يطالب بتعديل الدستور بس مضطر هلا انه يلتزم بالدستور لحين تعديل الدستور، فهلا مفترض انه يلتزموا بالدستور وينزلوا على جلسات يكون عندهم مرشح وينتخبوا رئيس. حكيم، كان في يعني تصريح للمستشار العسكري الإيراني يعني بيقول بيحكي فيه عن لبنان، وهي رسالة كانت للداخل والخارج بإيران، يعني لداخل إيران والخارج، فكيف 14 أدار اليوم بدأت تتصرف؟ يعني هل المواجهة رح تكمل بالرغم من أنه في يعني هذا التحدي الخارجي؟ وبالحقيقة هالتصريح بيفسر لنا تماما موقف 8 أدار. هو 8 أدار عم بيعملوا اللي عم بيعملوه تضل حدود إيران السياسية، طبعا مش الجغرافية، حدود إيران استراتيجية العسكرية والسياسية البحر المتوسط، وحدودها هي حدود إسرائيل. نحن هذا شأن لا يعنينا
مش هيدا مركز اهتمامنا. نحن اهتمامنا الشعب اللبناني ومصالحه هو مصالح الشعب اللبناني، وكل شيء لازم نعمله مشان نسهل عليه حياته. فمشان هيك مرفوض هالمنطق كليا، واستطرادا اللي عم بصير من تعطيل الانتخابات الرئاسي للمحاولة بالاتيان برئيس يكون طيع تيخلي حدود إيران على البحر المتوسط من جهة وعلى إسرائيل من جهة أخرى، هذا أمر مرفوض كليا. دكتور جعجع، يعني حضرتك ماضي بترشحك طبعاً، واليوم تعودنا نحن بلبنان على الاستحقاقات، يعني وقت تصير الاستحقاق قريب دايما تنضج الطبخة بآخر ربع ساعة. ألا تتخوف من أنه يكون الفريق الآخر معول على الربع ساعة، لا سيما أنه في مساعي تجاه تيار المستقبل؟ ألا تتخوف من أن هذا الفريق يعول على هذا الربع ساعة الأخير ويخرج دكتور جعجع من المعادلة؟ أنا ما بعتقد هذا الموضوع، لأنه لو الفريق الآخر بده يتوصل لتفاهم ما مع تيار المستقبل، ما كان عنده كل الوقت من ست أشهر لهلأ، من سنة لهلأ، من سنتين لهلأ، يعني ما كان ينتظر هاللحظة. هو بالحقيقة اللي عم بيعمله الفريق الآخر عم بيحاول يجبر تيار المستقبل، عم بيحاول يجبر كل الفرقاء الآخرين يلوح لهم بالفراغ ويقول لهم إذا ما بدكم الفراغ، لأنه بيعرف إنه فريقنا فريق جمهوري وبالتالي بتهمه الجمهورية، إيه إذا ما بدكم فراغ في عندكم مرشحنا أو مرشح آخر نحن من نقيه فيكم تاخدوه. يعني لا تتخوفون من تكرار سيناريو الحكومة، يعني كان تيار المستقبل رافض المشاركة بحكومة توافق ولكن عاد وشارك في هذه الحكومة، ألا تتخوفون من تكرار هذا السيناريو؟ صراحة لا، لأنه بالحكومة في مجال أنك تاخدي وتعطي مع حدا، لأنه الحكومة مش وزير، مش رئيس وزراء بس أو مش وزير بس، أنه مجموعة وزراء فيك تاخدي وتعطي وتوصل إلى تقسم الوزراء بين هو وهو. بس رئيس جمهورية شخص واحد، هو كيفك تتوافق أنت والفريق الآخر عليه؟ وبكافة الأحوال لو هالمحاولات هيدي يعني قيد إلى النجاح، ما من وقت ما صار توافق على الحكومة وعم بينحكى بالموضوع وما أدى إلى مكان ما للبعد في وجهات النظر بين الفرقاء المعنية. دكتور جعجع، بعد ثلاث جلسات لانتخاب رئيس جمهورية، يعني حضرتكم خايفين كفريق مسيحي لتهميش موقع المسيحيين يلي هي موقع الرئاسة، ما ممكن نشوف مبادرة من حضرتكم طرح اسم آخر يعني لحل حالة هالوضع، ممكن كومبرومي يعني بين الفريقين كرمال تمشي العجلة؟ أنا إذا في أي شيء بي ممكن من جهة يأمن رئيس جدي بما يتعلق فينا، نقطة الفصل هالمرة رئيس فعلي، يعني إذا بننهي الاستحقاق بحيالة رئيس، لا 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 على الإطلاق. هلأ أي شيء ممكن يوصلنا لرئيس جدي وما نوقع بالفراغ مطروح للبحث، يعني أنا مستعد للبحث، بس برجع بقول برئيس جدي، يعني جدي. دكتور جعجع، استمرار تعطيل النصاب ألا يحرجك أمام حلفائك في 14 أذار؟ يعني ألم يأتي أحد ويقول لك أنه مع تكرار تعطيل النصاب يجب أن نبحث عن مرشح آخر؟ لا، لأنه نفس الأسباب يلي عم تخلي الفريق الآخر يعطل النصاب معي رح تخليه يعطل النصاب مع فرقاء آخرين، إلا مشان مرشحهم ما رح يلاقوا بحدا ب 14 أذار يمشي لهم بمرشحهم، بالتالي أكيد لا. هلأ في البعض طرحوا على أنه إيه، ما لأنه المرشح سمير جعجع على الفريق الآخر عم بياخد هالموقف. أنا بدي أذكر الجميع أنه بانتخابات 2008 الرئاسية مين كان مرشح؟ كان بطرس حرب، كان مرشح نسيب لحود الله يرحمه، وبرضه الفريق الآخر عطل النصاب لأنه رؤساء من قام معيني وطلوع ما بدهم رؤساء يعني بشكل آخر، شيء اللي ما رح نرضى فيه أبدا هالمرة. دعيت بكركة إلى يعني دعوة النواب إلى النزول إلى المجلس النيابي لا يعني استكمال الاستحقاق الرئاسي، ولكن شو تعليقك على ما قاله البطريرك الراعي امبارح أنه لبنان بحاجة إلى رئيس مقبول من كل اللبنانيين؟ السؤال الثاني، هل بتعتبر المرشح أنري حلو مرشح توافقي؟ أولا بما يتعلق برئيس مقبول من كل اللبنانيين، بس تعرف كيف يعني، أنا ما بعتقد الشخص المقبول من كل اللبنانيين موجود. أعطيني شخص مقبول من كل اللبنانيين، ما في شخص مقبول من كل اللبنانيين. يا شخص هالفريق بيقبل فيه هداك الفريق ما بيقبل فيه، يا شخص هداك الفريق بيقبل فيه هالفريق ما بيقبل فيه. تانيا بما يتعلق بالمرشح هنري حلو،
استاذ هنري حلو يعني شخص محترم، انا ما فيني انسى بيو بيير حلو والبدك اياه، بس انت خبيت رئيسة الجمهورية الى غير شروط الى غير ظروف، بدها غير مواصفات. اي مواصفات انه بدها؟ بس هل هو مرشح توافقي؟ يعني هل بتشوفه مرشح توافقي ممكن كل الاطراف؟ انا قبل بركي استاذ هنري حلو بيطلع لنا بس ببرنامجه، ما بيكفي شخص يقول انا مرشح توافقي، بس بركي بيقول لنا اذا صار رئيس جمهوري شو بده يعمل؟ ساعتها بنشوف، لانه يعني انا بالنسبه لي التسميات ما بتعني شيء. يعني وقت اللي انا مرشح توافقي اذا بدك، شو توصيفه مرشح توافقي؟ ما عم بعرف انا، بس يقول لنا شو بده يعمل نحن بنشوف. يعني بننقي المرشح مش انطلاقا من هو كيف وين بحط حاله. طب الجنرال العام مرشح توافقي مش هيك؟ مش هو عم بيقول هيك؟ وهنري حلو عم بيقول هيك. مش على هالاساس بدنا ننقي، بدنا ننقي بده يقول لنا رئيس الجمهوريه بده يجي، نحن موجودين بواقع معين، شو بده يعمل؟ يطلع لبنان من هالواقع، وعلى القليل يجرب يحطه في واقع اخر، اما يقول انا منيح وفظيع وراح اجمع كل اللبنانيين. طب رئيس لمين صار له 6 سنين، والرئيس لمين مزبوط منيح، والرئيس لمين مزبوط بالوسط كان، والرئيس لمين عنده كل شيء ممكن اي مرشح توافقه بالمطلق يكون موجود عنده، جمع كل اللبنانيين، انتهت القصة انه شايلين حرب عليه هو. مهم البرنامج. بعد بس سؤال، شو تعليقك على اللي قاله نائب ميشيل عون انه بدأنا مرحلة جديدة بعد لقاء الرئيس جميل؟ ماذا يعني بالمرحلة الجديدة؟ اتمنى 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 من كل قلبي، اتمنى بس ننتظر ونشوف. يعني ما المسعى، ما هو مسعى الرئيس أمين جميل ليعلن الجنرال عون أن هذا اللقاء سيؤدي إلى نتائج إيجابية؟ ماذا نقل له؟ أول شيء بتمنى، امبارح أنا قعدت 2.5 ساعة مع الرئيس جميل وكان جلسة كتير حلوة. رئيس جميل إذا بدك عم بروح عند كل القيادات بالأخص المارونية بتصور فيها بعض بده يوسع، تيدق جرس الإنذار تيقول يا جماعة نحن اليوم صرنا بسبعة أيار، وهلا بدي احكي شوي صغيره عن 7 ايار. نحن اليوم صرنا ب7 ايار، وبالتالي بعد في بالكاد 18 يوم تنتهي مهله الاستحقاق الدستوري، ما بيجوز انه تمرق المهله بدون ما يصير انتخاب رئيس الجمهوريه. رئيس جميل مش جايب معه حل معلب ولا حل جاهز ولا عنده طرح ابعد من هيك، عم بيجي يطرحها على الجميع تقول كلنا سوا بدنا نفكر تنشوف شو بدنا نعمل تنطلع من هالاستحقاق. امبارح فكرت مطورا انا وياه واتفقنا على خط سير معين مثل ما عم نعمل بالوقت الحاضر. هلا شو عمل هو جنرال عون؟ جنرال عون طلع مبسوط من الاجتماع ان شاء الله، وبننتظر نشوف شو بتكون النتائج. دكتور جعجع، يعني امبارح والايام اللي سابقه فريق العمد ميشيل عون عم بيسوق لمعادله المرشح الوفاقي للتوافقي، شو رايك بهيدي البدعه ان صح التعبير؟ وشو بتقول له للعمد ميشيل عون مباشره؟ والجزء الثاني من السؤال، بعد 6 سنين على 7 ايار، قد ايه مفاعيله السياسيه بعدها مستمره لليوم؟ خلينا شغله وشغله، حرام انه اكثر واكثر نجرب هيك نضيع الشعب اللبناني. وفاقي وتوافقي انا شخصيا ما فهمت شو معناته هودي. ما بدك الانسان العادي يقدر يعرف شو مقصود فيهم، كله مش مقصود فيهم شيء، مقصود فيهم انه تعالوا انتخبوا ميشيل عون. انا بتمنى يعني اذا عندي من نداء اليوم للجنرال عون هو الشيء التالي، خلينا نعمل مثل ما صار سنه 1970، كان في حلف كان في نهج، واكثريتكم اللي قاعدين هون مثل ما انا شايف ما بتتذكروا طبعا هذيك المرحله، كان في حلف كان في نهج هالقد مقصومين، بدليل على انه الرئيس سليمان فرنجي جد طلع بصوت واحد، تشوف قديش كان في انقسام بالبلد، مش هاي المره الوحيده يلي بيكون في انقسام سياسي، الحلو هالمره انه انقسام سياسي مش انقسام طائفي عظيم. انا بدعي الجنرال عون يترشح رسميا، يقدم برنامجه وننزل على المجلس النيابي، حتى لو في 100 مرشح اول شيء بضل 2 يلي بياخذوا اكثر شيء لتاني دوره حكما، يعني بالواقع ولو مش بالدستور هيك راح تصير. وبنهاية المطاف يا بينتخب هو رئيس جمهورية يا بنتخب أنا رئيس جمهورية، بالحالتين بيكون انتخب حدا رئيس جمهورية. هاي الطريق السليم الوحيد للوصول إلى انتخابات رئاسية. ماذا وإلا يعني منكون بسبعة أيار هيدا رجعنا عملنا 7 أيار تاني، هدي كانت عسكرية، هيدي إذا بدك هدي كانت عسكرية وطالت، ولو بدي أطرحها بهالشكل وطالت السنة والدروز، هالمرة راح تكون سياسية بس راح تطال المسيحيين، بما معناه انه عم نعمل لهم 7 ايار باستحقاقهم الرئاسي بالموقع الرئاسي الاول. كيف بدنا نوصل على رئيس من حجم معين؟ هي الطريقة الوحيدة، كل ما عدا ذلك راح يؤدي بهالاستحقاق الى داهية كبيرة، ولا سمح الله نرجع الى رؤساء مثل اللي عرفناهم
باخر 20 سنه. دكتور جعجع بتسمح لي بعد سؤال؟ سؤال اخير. امين عام حزب الله شيخ نعيم قاسم بيقول نريد رئيسا يستثمر. نائب الامين عام. نائب الامين عام بيقول نريد رئيسا قادر على صياغه الاتفاق بين القوى السياسيه ولا نريد رئيس لا طعم لا لون ولا رائحه له. بالمقابل عم بيشددوا انه بدون رئيس قوي مواقفه سياسيه واضحه. بالمقابل ما شفنا كتله الوفاء للمقاومه ولا كتله التنميه والتحرير الحليفين الاساسيين للجنرال عون اعلنوا رسميا او تبنوا المرشح الجنرال مشان عون. لماذا برايك بعد ما صار هالموضوع؟ انا برايي وبكل وضوح وقالوا الشباب والمسؤولين بحزب الله بدهم رئيس يساعد حزب الله على تحقيق اهدافه. وقالوها بكل وضوح انه بدنا رئيس يدعم المقاومه، يعني بيقولوها بهالشكل، هن بدهم رئيس جمهوريه لا تيخدم اللبنانيين ولا تيخدم المسيحيين ولا تيعبر بافضل شكل ممكن عن الوجدان التاريخي للبنانيين والمسيحيين، بدهم رئيس يخدم اهدافه، يعني موجودين بسوريا مثلا يغطي لهم وجودهم وقتالهم بسوريا ويصير يقول انه هيدا المصلحه الوطنيه العليا انه يكونوا عم بيقتلوا بسوريا. بيودوا طيارة أيوب بوقتها مش بوقتها بيقول إنه هيدا بما إنه عمل ضد العدو الإسرائيلي هيدا ومصلحة لبنان إلى آخره إلى آخره. كل جلسة وأنتم بخير بس بتأمل تكون جلسة الجاي جلسة الجاي تكون مثمرة أكثر من هالجلسة. يا هلا. إذا استمعنا إلى دكتور سمير جعجع في معراب بعد انتهاء هذه الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. دكتور أنطوان، الدكتور جعجع قال إن المسيحيين يشعرون وكأن ثمة مؤامرة اليوم على دورهم بحجة النصاب مرة وبحجة التوافق. هو قال إن التوافق قد سقط ودعا إلى الاقتراع. يعني يمكن الناس يقول أو ما انتبه يقول إنه التآمر عليهم عم يجي بواسطة المسيحيين، يعني وتحديدا بواسطة التيار الوطني الحر وكل القوى المتحالفة معه المسيحية اللي عم تنتنع تجاه مجلس النواب. الوقت المخصص لهذه التغطية انتهى. دكتور أنطوان سعد الباحث القانوني، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، تاريخ 7 من أيار اليوم يضاف إليها أحداث جديدة في الرزنامة اللبنانية. تابعنا في هذا اليوم البيان الشهر المطارنة الموارنة، أيضا تطيير جلسة انتخاب رئيس جديد الجمهورية وهي الجلسة الثالثة، أيضا لقاء عماد عون مع الرئيس أمين الجميل. أبرز ما جاء في هذا النقل المباشر في نشرة بيروت اليوم، ابقوا معنا.